يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. جه معانا دلوقتي مع ترانز اللي بيجمع لكم كل أخبار اللي كانت ترند على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك. الملك تشارلز والذكاء الاصطناعي، أزمة الفيسبوك، يوسف وهبي يكسب. الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي دي انتشرت جدا الاسبوع اللي فات على كل السوشيال ميديا، وطبعا في كتير جدا من الناس قعدوا يعملوا شير ليها ويقولوا ازاي الملك تشارلز يظهر بالشكل ده ويقوم بتصرفات مش مناسبه خالص لمكانته، وطبعا لانه ملك بريطانيا. الاغرب في الموضوع ان كل اللي عملوا شير للصور دي كانوا متاكدين تماما ان دي صور للملك بجد، وان الصور دي كانت في احتفال خاص بمناسبه تتويجه رسميا كملك. ولكن الحقيقه ان القصه دي كلها غلط، وان الصور دي مش حقيقيه بالمره، وانها كانت كلها معموله بالذكاء الاصطناعي زي كتير جدا من الحاجات اللي بقينا نشوفها على السوشيال ميديا حاليا، واللي مع الاسف ما بقاش في حد يحاول يتاكد هي حقيقه ولا لا قبل ما يعمل شير. العالم كله كان مقلوب الاسبوع اللي فات بسبب الثغره اللي حصلت في الفيسبوك، واللي بسببها حصل مشاكل كتيره جدا، ومنها طبعا انك لما بتزور بروفايل اي حد بتبعت له طلب صداقه بشكل مباشر من غير ما تعمل ده. مش بس كده، لا ده كمان لو انت عامل بلوك او حظر لاي حد هتلاقي ان الحظر ده اتشال لوحده. ولكن المشكله الاخطر كانت في موضوع الرسائل المتبادله بينك وبين اصدقائك، لان العطل او الثغره اللي حصلت اتسببت في نشر كتير من الرسائل الخاصه المتبادله بين الناس على البروفايل الخاص بيهم وكانها بوست. اللطيف في القصه اننا كمصريين اتعاملنا مع الموضوع بشكل كوميدي جدا، وشفنا مثلا كتير من الفنانين عملوا اكتر من بوست بيتريقوا فيه على اللي حصل، ومنهم طبعا الفنان محمد هنيدي واللي نشر اكتر من كوميكس تريقه على الموضوع ده. الحقيقه اننا كل يوم بنتاكد ان مصر زي ما بيقولوا بجد هي هوليوود الشرق، واننا عندنا كتير من الفنانين العظماء. من ايام قليله جدا تم طرح فيلم اسمه رينفيلد في دور السينما العالميه، والفيلم ده من بطوله النجم العالمي نيكولاس كيج، بيقدم فيه شخصيه دراكولا. بس زي ما احنا شايفين كده في الصور اللي قدامنا انه ملامح الشخصيه اللي قدمها نيكولاس كيج وطريقه الاداء بتشبه كتير جدا ملامح الدور اللي قدمه الفنان العظيم يوسف وهبي في فيلم سفير جهنم، واللي تم انتاجه سنه 1945. وطبعا مع الفارق ان نيكولاس كيج عامل شخصيه دراكولا ويوسف وهبي كان عامل دور الشيطان. وطبعا التشابه في الشخصيات خلى ناس كتير جدا على السوشيال ميديا تعلق على الموضوع ده وتنشر صور المقارنه بين الشخصيتين. وبكده نكون خلصنا فقرة ترانز اوف ذا ويك. كتير مننا لما بيتعرض لموقف حزين او مؤلم او حتى يشوف اي حاجة مزعجة نفسيا بيقول بشكل تلقائي قلبي وجعني. وفي كتير مننا برضو لما بيحصل له موقف صعب جدا زي حالات الوفاة مثلا لا قدر الله بيقول انا قلبي اتكسر. ويمكن الموضوع ده هو واحد من أكتر الموضوعات اللي الناس بتتكلم عليها على السوشيال ميديا، وكتير بيسألوا هو القلب فعلا بيتكسر؟ الدكتور مجدي يعقوب قال في حوار تلفزيوني قبل كده إن الحزن بيكسر القلب بجد، وده اللي معروف علميا باسم متلازمة القلب المنكسر، ودي الحالة اللي الطب بيقول إنها بتحصل بسبب تعرض الإنسان لمواقف شديدة الحزن، وبيقول برضو إنها غالبا حالة مؤقتة. ولكن برضو في كتير من الناس بيفضل مكمل معاهم الشعور بالتعب والإعياء لفترات طويلة جدا بعد ما بيحصل لهم ده. السؤال هنا واللي محير ناس هو الحزن فعلا أو الزعل ممكن يتسبب في الوفاة؟ السؤال التاني هو انكسار القلب ده بيكون شكله إيه أو أثره إيه على القلب؟ يعني هل بيتكسر بالمعنى المعروف لكلمة الكسر ولا إيه اللي بيحصل؟ وعشان نجاوب على الأسئلة دي وغيرها هيكون معانا دلوقتي على زوم الدكتور أحمد البربري رئيس قسم القلب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. إزاي حضرتك يا دكتور؟ دكتور هسأل حضرتك أول سؤال، القلب عرفنا من دكتور مجدي يعقوب ان ممكن يتكسر، بيتكسر ازاي؟ هو في حاجه اسمها متلازمه القلب المنكسر. متلازمه القلب المنكسر دي بتيجي في بعض المرضى خاصه النساء، بتيجي مع حالات الحزن الشديد، ولما بتيجي باعراض كامله لضعف عضله القلب. مش معنى الانكسار هو ان هو يكسر قسمين او يتكسر زي كوبايه او زجاجه او كده. يعني الكسر ده مقصود بيه ان هو بيضعف، فلما بيضعف بيتسبب في اعراض ضعف عضله القلب كامله.
زي بقى النهجان، زي الارتشاح الرئوي، زي يبقى رجل تورم، زي ان يحصل ضربات قلب ملخبطه او سريعه، يبقى في حاله ارهاق عام وكده. وبيبقى ده حقيقي ومثبت بالموجات الصوتيه على القلب اللي هو الايكو، ومثبت بالقسطره، ومثبت بكل الحاجات اللي هي يعني الحاجات الاستراكشرال، يعني بيبقى فعلا القلب منكسر بصوره ماديه ملموسه، مش قصه شعور او كده. وده غالبا بيتحسن بعد ما حاله الزعل الشديد دي بتروح، وساعات بيكمل وساعات بيروح ويجي، يعني مع كل حزن يرجع ومع كل فرح او كل عيشه عاديه بيتحسن. وده ممكن يضعف القلب على الوقت الطويل؟ ممكن، هو القلب المنكسر معناه ضعف عضله القلب، بس بيبقى ضعف مؤقت بالحزن ده، ممكن يعني ممكن يروح خالص وكأن شيء لم يكن، وممكن يفضل منه جزء ومع التكرار بتاعه ممكن يستمر. يعني يا دكتور لو حد جالك بحاجة وعلى زي فكرة كده اتفضل. برضو عشان ما يحصلش مبالغة في الأمر، هي الحالات دي مش حالات كتيرة، يعني عشان أشخص متلازمة القلب المنكسر كمرض، لأن ده مرض اسمه متلازمة القلب المنكسر أو التاكوتسوبو سندروم، بيكتشف واحد ياباني. فالتشخيص ده بالاسم ده مش حالات كتير قوي، لكن احنا ساعات بنقول بقى ان انكسار القلب او الحزن اللي هو المستمر اللي احنا فيه طبعا بيؤثر على القلب، بس مش لازم يجيب هذا المرض بهذا المسمى، لكن هو بيرفع الضغط، بيزود السكر، ممكن يؤدي للأزمات القلبية، ممكن يؤدي على المدى الطويل لضعف عضلة القلب، لكن ليس تحت مسمى متلازمة القلب المنكسر. فهو كده كده الحزن بيؤثر، طبعا يا إما لو جه بصورة شديدة يعمل متلازمة القلب المنكسر، يا إما لو جه بصورة اللي هي الحياة اليومية اللي احنا ساعات يعني بنتعمق فيها جدا، وبيحصل فيها جزء من ان احنا ضغطنا بيعلى، سكرنا بيعلى، يجي لنا أزمات قلبية، سرعة في ضربات القلب، زيادة هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين، فده كله على المدى الطويل بيؤدي إلى أمراض في القلب على المدى الطويل، غير المرض المسمى متلازمة القلب المنكسر. طيب دكتور لو انت شخصت حد ان هو عنده متلازمة القلب المنكسر، انت حضرتك اللي بتعالجه ولا بتوجهه لدكتور مثلا نفسي؟ لا، هو بقى هنا القصة، بقى أنا اللي بعالجه، لأن هو بيبقى ضعف عضل القلب حقيقي، مش الدكتور النفسي هيحكي ده. ممكن الدكتور النفسي ده نستخدمه في مش متلازمة القلب المنكسر، في واحد عايش في توترات عشان ما يجيلوش ذبحة، ما يجيلوش ضغط، ما يجيلوش سكر، نبدأ إن احنا نهديه، سواء بإن احنا نكلمه احنا أو يعني اسمه اللي هو السايكاتريست، أو اللي هو الدكتور اللي بيقدر النفسي. يتكلم معاه او يهديه او كده. لكن متلازمة القلب المنكسر طالما حصل ضعف في عضلة القلب، ده بيحتاج علاج كامل للقلب، يحتاج ينام في السرير، يتحجز في المستشفى، ياخد علاج كامل لضعف عضلة القلب، بيمنع الملح الطعام، يعني بنعامله كحالة عادية لضعف عضلة القلب، مع ممكن نستشير حد من اخواتنا بتوع العلاج النفسي عشان ما يتكررش تاني الصدمة النفسية او كده. طب دكتور ده ممكن يحصل بس من الحزن أو فقدان شخص أو زعل جامد، ولا ممكن يحصل كمان من التوتر والقلق؟ زي ما قلت لحضرتك، هو لو حصل زعل شديد لأي سبب كان، سواء فقدان شخص، سواء ده أوكي عنده فهمناه. مشكلة في شغله، سواء إن واحد عمل حادثة، سواء كذا، وحصل له بالذات في الإناث زي ما قلت لحضرتك، وحصل له حصل لها حزن شديد، بيحصل إفراز لمواد اللي هي الحزن الشديد دي، اللي هي الأدرينالين والنورادرينالين، ومواد كتيرة جدا بتؤدي إلى ضعف مباشر في عضلة القلب، ضعف مباشر. لكن الحزن اللي احنا فيه انا وانت والناس كده، اللي احنا بنحاول نضحك ونحاول نسعد نفسنا حتى من الدين، ان احنا نبشر، يعني ابشروا 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 دايما بالخير والسعاده والفرح وكده. ده قصه تانية، ان احنا ده بنحاول نقلله، لان ده لو احنا فضلنا عندنا توترات نفسيه، ده بيؤدي الى بقى ارتفاع ضغط الدم، يؤدي إلى ارتفاع السكر، يؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر اللي هي زي الأدرينالين زي ما قلت لحضرتك، فبتزود ضربات القلب، ممكن تؤدي لو حد زعل شديد قوي، ممكن يؤدي لتوقف مفاجئ في عضلة القلب نتيجة هرمونات اللي هي اللي بتؤدي لسرعة شديدة، أو إن يحصل حث للعصب الباراسيمباثيتك اللي هو العصب الحائر، يحصل توقف لو واحد جاله ألم شديد، حزن شديد، يحصل كده. فإحنا بس بنفرق، هو كده كده الحزن على الإطلاق وحش،
سواء هو عمل متلازمة القلب المنكسر سواء ما عملش متلازمة القلب المنكسر، هيؤثر على القلب في طبعا. النهاية، طب يبقى دكتور، الحزن هل قلة النوم منهي والإرهاق، عنه، هل قلة منهي النوم عنه في الإسلام، أو منهي عنه في العقل. يعني العقل لابد أن يرفض الحزن. طيب دكتور، قلة النوم والإرهاق ممكن تأثر على القلب؟ قلة النوم ممكن تأثر على القلب، لأن قلة النوم دي برضه بتلخبط في الهرمونات وبتلخبط في قلة النوم. لو هو واحد ما نامش فترة طويلة مثلا، فبقى دي حالة اسمها إرهاق، أو حالة مجهود زائد عن الاحتياج، يعني عن اللازم أو عن المعتاد. فده بيعتبر طبعا ممكن يبريسبيتيت اتاك اوف، يعني يجيب يعني أزمة قلبية، ممكن على المدى الطويل يرفع الضغط، يرفع زي ما قلت لحضرتك قبل كده السكر. ممكن قلة النوم دي بتؤدي إلى ممكن اللي هو هرمونات برضو بتاعة التوتر أو كده بتبقى زيادة، وتؤدي بالتالي إلى أمراض في القلب، منها الذبحة أو ما شابه ذلك. دكتور، الحزن وإن ممكن يكسر القلب وإن ممكن يخلي فيه المتلازمة اللي احنا كنا بنتكلم عنها طول الوقت، ممكن يؤدي إلى الوفاة؟ زي ما قلت لحضرتك، الحزن الشديد لو حد سمع خبر وحش جدا، ممكن بيحصل حث للعصب الحائل، القلب يتوقف. ممكن حد تاني بيتخانق خناقة كبيرة جدا وهو منفعل، يبدأ يفرز هرمون او بيجري بيفرز هرمونات. الهرمونات دي ممكن تعمل سرعة شديدة في ضربات القلب تؤدي إلى الوفاة. نعم، بس ده بيبقى حاجات اكستريم، يعني حاجات مش هي القمة. مش أي حد هيجري هيحصل كده، ومش أي حد هيسمع خبر مش كويس هيحصل فيه كده. طبعا ده مفهوم. بتبقى قابلية في الجسم ورد فعل ضد هذا الانفعال أو كده، وممكن يكون هو الشخص اللي سمع الخبر الوحش أصلا مريض بالقلب وما كانش يعرف، أو مريض بالقلب وده جاب له أتاك. يعني مثلا هو عنده ذبحة ومستقرة وبياخد علاجه، لما سمع خبر وحش قوي قام عامل جلطة بقى في الشرايين التاجية أو ما شابه ذلك، أو توقف في عضلة القلب أو ما شابه ذلك. دكتور أحمد البربري، بشكر حضرتك جدا على المداخلة دي. شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني نأمل دايما الخير والسعادة والفرح لكل الناس. آمين يا رب. ميرسي شكرا لحضرتك جزيلا. جدا. وطبعا بعد كل اللي سمعناه ده، ما فيش حاجة ممكن أقولها غير حاجة واحدة بس، يا ريت ناخد بالنا من نفسنا، لأن كتر الحزن فعلا ممكن يكون سبب في الموت أو في أي مرض في أمراض القلب. خلينا نروح دلوقتي نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما احنا متعودين في الفقرة دي بنشوف تفاعل المشاهير على السوشيال ميديا وبناخد جولة جوه الأكاونتس بتاعتهم في كل الأبليكيشنز. ونجمة السوشيال لاب النهاردة هي الفنانة دينا الشربيني. الفترة دي نشيطة جدا في أعمالها الفنية بعد تألقها في مسلسل كامل العدد في رمضان، وطبعا المسلسل ده حقق نجاح كبير جدا وتصدر السوشيال ميديا في النص الأول من رمضان، وهي بتحتفل دلوقتي بنجاح فيلمها يوم 13 اللي اتعرض في العيد ولقى إعجاب من الجمهور واقتربت إيراداته من 20 مليون. دينا الشربيني من عشاق التيك توك، عشان كده هنبدأ بيه، وتقريبا كل يوم لازم تنشر دينا فيديو ليها على التيك توك. بيتابع دينا الشربيني 1,400,000 فولور، وهي بتتابع 11 أكاونت منهم هشام ماجد وياسمين رئيس، وحققت 4 مليون لايك لحد دلوقتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفرة؟ دي السفرة ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي؟ بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده. من التيك توك للانستجرام بيتابع دينا الشربيني 7,500,000 فولور، وهي عامله فولو ل 497 اكاونت. ما
نشرت لحد دلوقتي حوالي 549 صورة وفيديو. تعالوا نشوف الصور والفيديوز دي عبارة عن ايه. طبعا زي اي فنان بتنشر فيديوز وصور لبوسترز وكواليس اعمالها، ولقينا انها نشرت اكتر من 50 صورة لاعمالها. دينا بتتميز جدا في بساطتها في الستايل بتاع لبسها، ولاحظنا انها بتحب اكتر لونين هما الابيض والاسود، واحيانا الوان مبهجة زي الاورنج او البينك، وبتحب كمان تتصور في اماكن فيها مشاهد طبيعية، وده بيبان في الفوتو سيشنز اللي بتنشرها من فترة للتانية، ولقينا انها نشرت اكتر من 30 صورة لفوتو سيشنز مختلفة. دينا الشربيني بتهتم جدا بلياقتها البدنية وبتحب الرياضة جدا، ونشرت فيديو ليها وهي بتلعب رياضة وحقق مليون مشاهدة على الانستجرام. تعالوا نشوف. Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices. Little whispers in my head. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب. من الموضوعات اللي شغلة الناس دايما هي الدايت، ونقدر نقول كده ان ده الترند المستمر دايما. المشكله ان في ناس اول ما بتسمع كلمه دايت بتتوتر، وممكن بدل ما تحاول تقلل اكلها بتزوده، او حتى تروح تعمل نظام دايت مش ماشي مع طبيعه جسمها. المشكله الاكبر ان في ناس كتير فقدت الامل اصلا في الدايت، ومهما حاولوا بتحس انه مفيش فايده ومفيش امل، فبعد شويه بتبطل الدايت وترجع تاني لاسلوب الاكل الغير صحي. احنا النهارده جايين عشان نقول لكم انه لا، في امل، وان الانظمه الغذائيه اتغيرت جدا، وضيفتنا النهارده قدرت انها تبسط موضوع الدايت وتخليه سهل على كل الناس، ويمكن ده اللي خلى عدد المتابعين ليها يعدي ال 2,600,000 متابع. منورنا في الاستوديو صاحبه فيديوهات عزيزي الدايتر الدكتوره نيلي شمس، استشاري التغذيه العلاجيه والصحه العامه، رئيس الجمعيه والمصريه للتغذيه والارشاد الصحي. اهلا بيكم دايت في دقيقه. بشرى عزيزي الدايتر، اليو اس نيوز اعلنت عن اقوى 3 دايتات للتخسيس في 2023. ورقه وقلم بقى واكتبي معايا يا ست الكل. اول دايت هو الويت ووتشرز، واللي بيعتمد على تقنين كميات الطعام والحركه، يعني مش مانعين نوع اكل معين، قننوا هتخسوا. تاني نوع هو الداش دايت، والداش دايت بيعتمد على الخضار والفاكهه، مليان فايبرز او الياف، وده اصلا دايت بيعالج الضغط العالي. تالت واحد هو المايو كلينيك دايت، خضار وفاكهه وحبوب، والتي ال سي دايت، وده برده معتمد على الخضار والفاكهه. ايه ده، هو ايه الحكايه؟ الخضار والفاكهه بيخسسوا؟ يعني ناكل خضار وفاكهه عادي مفيش حاجه نمنعها؟ ناكل خضار وفاكهه هنخس؟ اه، الاكل بيخسس على فكره، ها؟ كله هتخس. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. شكرا على التقديمه الحلوه دي. لا انت تستاهليها يا دكتور. ربنا يخليكي يا حبيبتي. اصلا اول ما دخلتي عليا الاستوديو بالابتسامه كده انا حسيت كده على طول ان في امل، جود فايب كده النهارده، في ايجابيه في الحلقه. الحمد لله. ميرسي يا دكتور. دكتور، عايزه اعرف انت ازاي ابتديتي من الاول خالص تركزي في موضوع علاقتك بالتغذيه على السوشيال ميديا؟ الاحتياج، يعني هو ناس كتير جدا عندهم مفاهيم خاطئه. لما بقعد مع البيشنت في العياده او الحاله في العياده بلاقي عنده مفاهيم خاطئه. جبتها منين؟ جبتها من السوشيال ميديا. وانا من صغري بحب الاداء والتمثيل، وكنت لطيفه في التعبير يعني وانا صغيره، فالناس الكرو اللي حواليا قال لي طب ما تجربي يا دكتور. قلت لهم لا، ما يصحش وعيب ودكتوره وبتاع. قالوا لي لا جربي. وقد كان يعني الواحد ابتدى، والحمد لله بفضل الله ربنا اراد انه الموضوع ينتشر بالشكل ده. اول فيديو عملتيه فاكراه؟ فاكراه جدا، كنت في عيادتي القديمه، وكنت بتكلم عن علاقه الزوج بالزوجه، لانه دايما الزوج بيبقى ليه امباكت او تاثير قوي جدا مع الزوجه في موضوع الدايت ده والتخسيس. يعني هو بيبقى يا اما دافع كويس يا اما دافع شرير. فكنت بحاول اوجه رساله انه يا تكون دعم يا اما تسيبني اشتغل مع الحاله علشان اعرف اوصل، لانه الستات بيتاثروا جدا نفسيا بالعلاقه الانسانيه خصوصا مع الزوج. يعني ممكن اسالك سؤال، انت قصدك ان هو مثلا بيحب ياكل بالليل فهي بتاكل معاه، ولا قصدك ان هو منكد عليها فهي عايز تاكل زياده؟ نقول عادي. لا، هو اول حاجه لو هو اللي دافعها ان هي تخس. اوكي. الطريقه بقى اللي بيدفعها ان هي تخس بيها عامله ازاي؟ يعني لو هي حاجه بحاجه شيك يعني شيكه وايجابيه وانت صحتك وبتاع، بتبقى حاجه لطيفه. لكن في سيدات بيجوا لي بيعيطوا بالدموع علشان الضغط العصبي اللي الزوج بيعمله، انا مش عاجبني شكلك و الى اخره، فده بيأثر جدا على رحلتي مع الحاله. الحاجه الثانيه العادات طبعا، يعني هو عاده بيبقى عايزها تخس، واول
ما تبدا تشم نفسها وتنزل في الوزن شويه تلاقيه عمل ايه بقى؟ الحلويات بقى والمخبوزات والاكل الفظيع اللي هي بتحبه يبدا يجيبه. السيكولوجيه دي الواحد لسه بيحاول يدرسها ويفهمها يعني. فكنت بوجه رساله انه يعني اعمل 1 2 3 عشان تساعدني انه الستات تخس يعني. ما ينفعش يبقى سبجكت، ما ينفعش ان انا حد يقول لي خسي او تخني فانا اسمع كلامه. دي احنا عندنا الموضوع طبي يعني، حضرتك لازم يبقى عندك نوع من انواع الدرايه امتى تعوزي تتخني او تخسي. الكتله الدهنيه المقبوله للسيدات لا تتعدى 33% من توتال الوزن. ليه بنقول كده؟ لان وانس الكتله الدهنيه زادت، زادت معها جميع الامراض اللي تتخيليها يعني. دكتور هوقفك ثانيه، الكتله الدهنيه دي انا اعرفها ازاي؟ بطريقتين، في طريقه عمليه موجوده في عيادات التغذيه والجيمات وكده، اللي هي بحاجه اسمها البايو الكتريكال امبيدنس او جهاز بنقف عليه عشان نعرف توزيعه جسمنا عامله ازاي، بس طبعا مش كل الماركات بتبقى بتدينا نتائج اكيوريت او دقيقه. ولكن في طريقه ثانيه سهله جدا، ان حضرتك تكوني المقاس بتاع هدومك ما بيزيدش. لما يزيد هتلاقي انه في تكتل للدهون في مناطق معينه، خصوصا منطقه البطن دي اخطر حته، هي دي الحته اللي مرتبطه بجميع الامراض المرتبطه بمرض السمنه اللي هي بنسميها السمنه المركزيه. وعايزه اقول لك انه في فوق ال 300 مضاعفه او مرض ممكن يحصل نتيجه ان كتلتك الدهنيه تعدت ال 33%، واسواها انواع كتير من السرطانات زي سرطان الثدي. فهي الفكره انا هخس عشان صحتي، وهخس عشان ابقى راضيه عن نفسي، عشان نفسي، انا ساعات بتقل، ساعات رجلي بتوجعني، ساعات بحس ان انا مش بعمل الحاجات اللي انا كنت متعوده اعملها، هو ده اللي يخليني ابدا اخس، مش عشان حد بعينه ايا كان مين قال لي خسي او اتخني. لانه سبحان الله الافكار مش شبه بعض، انا بفكر بطريقه وبشوفك بطريقه وانت بتفكري بطريقه وبتشوفي نفسك بطريقه، فما ينفعش ابقى بعمل ده عشان ارضيكي. وده من اكبر اسباب فشل الدايت على فكره، ان انا ببقى بخس عشان ارضي فلان. طيب في جمله دايما يا دكتور بتقوليها، مفيش اكل بيتخن، يعني ايه يا دكتور؟ الرز يعني والمكرونه والعيش دول ايه؟ يا فندم الاكل عشان يتخنك لازم تاكليه بكميات كبيره جدا، اكتر من قدره جسمك على الحرق، وتكوني بتاكليه بلا وعي يعني بشكل مبالغ فيه. ده انا بتكلم على مين هنا؟ بتكلم على الناس الطبيعيه اللي ما عندهمش اي مشاكل هرمونيه ولا فسيولوجيه تؤدي الى زياده الوزن. لان ممكن مع تطور الزمن يجي لك اي مشكله هرمونيه زي مثلا غده درقيه عندك تخمل، يحصل مشاكل في هرمون الانسولين يؤدي لان قابليتك للزياده تبقى عاليه. ولكن انا بتكلم على الناس العاديه. ليه انا بوصم الاكل واعمل حاجه اسمها فود شيمينج؟ انا كاني بقول ان الاكل هو مشكله تخني. لا، سلوكك مع الاكل هو مشكله تخنك. ازاي بنتعامل مع الاكل؟ في نظريه طبعا كلنا عارفينها، انه الدنيا او الاكل في الدايت المفروض ان انا بحسبه بالسعرات الحراريه. وفي نظريه علميه اسمها ثيرموداينامك بتقول ان حضرتك بحسبه معينه ايكويشن او معادله حسابيه اقدر اقول لحضرتك حضرتك محتاجه سعرات حراريه قد ايه عشان تعيشي، دي اول حاجه. تاني حاجه علشان تتحركي الحركه اليوميه بتاعتك. تالت حاجه لو هتعملي فيزيكال اكتيفيتي او نشاط بدني ازيد من الحركه اليوميه. وزودي على ده ان احنا واحنا بناكل بنحتاج طاقه عشان ناكل، نمضغ، يحصل عمليه الهضم والامتصاص الى اخره. اذا حضرتك محتاجه كم سعرات معينه، قصادها لو اخذتي نفس كم السعرات مش هتتخني. اكلتي اقل هتخسي، اكلتي اكتر هتتخني. نيجي بقى لمفهوم ان الاكل بيتخن. ما هو هيتخنك لو اخذتي منه كميات كتيره. ليه نوسم النشويات خصوصا اللي هتتخني؟ هي الفكره كده. اصلا انا لما بحط ايدي في حله المحشي ما بوقفش اكل. ايوه، عشان انت عشان عارفه هتاكلي محشي فبتوقفي اكل من الصبح عشان تخشي على حله المحشي تقضي عليها. لكن لو موزعه الاكل على اليوم واخذتي المحشي بتاعك في طبق واحد هيتخنك. ليه؟ بالعقل كده وبالمنطق. احنا بنتكلم هنا عن الناس الاصحاء. طب دكتور انت، انا واحده لازم اروح لدكتور علشان خاطر اعرف انا محتاجه قد ايه سعرات حراريه، ولا دي حاجه لا ممكن اعرفها مع نفسي؟ ممكن تعرفيها بطريقه لطيفه جدا. كانت في دراسه علميه منزلاها بيبر لطيفه، ان لو انا سيده اضرب وزني بالكيلو جرام في 20، لو انا رجل بضرب وزني في 22. وبعد ما اضربه ده المتوسط اللي حضرتك محتاجاه. كبير قوي. لا، مين قال لك الكلام ده؟ هنقول وزنك كام؟ لا تقوليش. لا لا لا، مش هيطلع رقم كبير، لان انتوا يعني متوهمين انه الاكل اول ما بتشوفيه بيبقى في دماغك سعرات كتيره قوي. لا، وانس ان حضرتك عملتي حاجه اسمها تقنين لكميه الاكل وحطيتيه كله في طبق واحد عمره ما هيتخنك. طيب دكتور دلوقتي انا عايز اعرف منك، اعرف ازاي انا حرقي بطيء ولا لا؟ طيب ولو هو بطيء اعمل ايه عشان ما يبقاش بطيء؟ طيب هو مفيش حاجه اسمها حرق بطيء. اوكي، يعني خلينا نتفق انه انا طالما عايشه في الدنيا بعد 8 ساعات من نومي انا بحتاج حاجه اسمها بيزل ميتابوليك ريت، يعني انا بحتاج سعرات حراريه عشان اعيش، وده بيبقى الحرق الاساسي. اوكي، فانا كل واحد فينا
محتاج سعرات وعنده قدره على حرقها عشان يتنفس واعضائه الحيويه تشتغل. رقم 2 قمت اتحركت، هنزود عليهم النشاط اليومي. رقم 3 ابتديت اعمل بقى، اروح اعمل نشاط رياضي، اروح جيم بتاع، حطيت عليهم سعرات كمان. اذا دي قدرتي على الحرق كل يوم. طيب انا بقى حضرتك قلتي في بدايه الحلقه الدايت بقى ترند. انا بسمع من هنا ومن هنا ومن هنا كلام كتير عن الاكل، منها ان انا مفروض اقلل الاكل جدا لان هو مشكلتي عشان ايه؟ عشان اخس. وقفت اكلي، السعرات الحراريه اللي انا باخدها من الطعام بعدت جدا، بقى في جاب ما بينها وما بين الحرق الاساسي بتاعي اللي انا محتاجاه عشان اعيش. فسبحان الله ربنا خالق جسمنا زي الكمبيوتر، اول ما يشم خبر انك بطلتي اكل ووقفتيه فتره وده اللي انت متعوده عليه، يبدا يعمل ايه في الحرق؟ يعمل بوز. يعني هيوقفه مؤقتا لان هو متصور جسمك انك قاعده في مجاعه في مكان ما فيهوش اكل. فانا عشان السرفايفل او عشان افضل عايشه في الدنيا لازم الحرق يتاثر. اذا عاداتي اليوميه هي اللي بتاثر على قدرتي على الحرق. برضو احنا بنتكلم على مين؟ الاصحاء اللي ما عندهمش مشكله تؤدي الى انه الحرق عندي يبقى بطيء. انا واحد ما عنديش اي مشكله صحيه، عادتي بقى اليوميه ما باكلش خالص. طب انا قلت لك انه في حاجه اسمها الثيرمال ايفكت فود، او اني لما باكل بحتاج سعرات حراريه عشان اهضم وامضغ وكذا، انت ما بتاكليش خالص، الجسم حاسس ان في مجاعه فبيخلي الحرق ايه اب اند داون. خلاص حاجه الثانيه ما بتتحركيش، احنا في سيدنتري لايف ستايل وسترنايزد اللي هو بنسميه المجتمع الغربي اللي معتمد منلي على الايه العربيات والمواصلات. انت بتقعدي على الكنبه في الليفنج وبتبقي قاعده كل حاجه بالريموت، وفي ناس بتساعدك في البيت وهو الى اخره، ففين حركتك اللي هتصرفي منها سعرات حراريه؟ هي الفكره كلها في الانفايرمنتال فاكتورز او في عاداتنا اليوميه. طب يا دكتور ده كده معناه ان حضرتك بتقولي لي ان الصيام اللي هو بيتعمل المتقطع ده مش كويس؟ طب هو بس عشان الموضوع ده عامل ترند اليومين ده عندي على السوشيال. لا اصل حضرتك بتقولي دلوقتي ان انت لما بتقفل بقك خالص جسمك بيحرق اقل. طيب عايزة أفهم بقى. أنا عايزة بس الناس تفهم عشان سوء التفاهم اللي حصل. الصيام المتقطع شكل لليوم، هو ليس نوع دايت. أوكي. نوع الدايت هو إن إحنا نلعب في نوعيات الطعام ونسبها علشان نخس، كمية ونسب ونوعية. أنت في الصيام المتقطع بتعملي إيه؟ بتنظمي اليوم. وقت بتاكلي فيه، وقت بتمتنعي عن الأكل فيه. يبقى هو مش دايت. أوكي. تمام كده؟ مظبوط. طيب. نيجي بقى للصيام المتقطع. الصيام المتقطع كوسيلة لنزول الوزن ما عليهوش دراسات طويلة المدى، يعني بقالها فترة طويلة 10-15 سنة وما تعملش على عينة من الناس عملته، عددهم كبير آلاف عشان نقدر نطلع استنتاج علمي نعممه على الناس. الصيام المتقطع علشان نستفيد بفوائده، هو مليان فوائد، إن أنا الإنسولين هرمون اللي ممكن يكون سبب مشاكل ناس كتير عندها مقاومة إنسولين مع السمنة، فده بيؤدي لأنهم بيبقى عندهم نهم للسكريات ومش عارفين يخسوا، بيبقى إيه في أقل درجاته وأنا صايم لان هو مرتبط باكلي. الحاجه الثانيه الجروث هرمون او هرمون النمو اللي هو المفروض بيحفز الحرق وبيخلي العضلات عندي بتبقى كويسه، بيعلى جدا الافراز بتاعه وقت الصيام. الحاجه الثالثه العمليه البيولوجيه في الجسم، جسمي مع الصيام المفروض بيحصل حاجه اسمها اوتوفاجي او انه الخلايا الميته بنقدر نتخلص منها، ولكن سوء استخدامنا للصيام المتقطع هو المشكله. ازاي سوء يا دكتور؟ انه ظهر مثلا دلوقتي حاجه اسمها اوماد اللي هو 1 ميل بير داي، ان حضرتك تصومي 23 ساعه في اليوم وتاكلي وجبه واحده. خلاص؟ انه مع الكيتو دايت، ها الناس اللي دلوقتي بيعملوا كلهم كيتو، انت ما بتجوعيش، انت بتعملي ايه؟ تثبيط لهرمون الجوع، فممكن تقعدي يومين من غير ما تاكلي. لا ده لدرجه لا دي حقيقه. انا بقول لك ده اللي بشوفه بس عندي. ده مش صح، ده مش صحي. ما هي مين بقى يقول صحي ولا مش صحي؟ دكاتره السوشيال ميديا يا جماعه، دكاتره السوشيال ميديا اللي يطلعوا يقولوا لا، ده لو كانوا دكاتره. يعني هي الفكره في الترندات اللي بتطلع ايه. حضرتك قلتي الدايت ترند، فالدايت بالنسبه لناس كتير قوي حاجه هتجيب لي بقى موضوع الناس بتتكلم فيه عشان المشاهدات. طبعا طبعا مفهوم. انا هنقل لك خبرتي الشخصيه، انا اجيب بحث علمي عشان انا عندي خلفيه طبيه فاقراهولك واقول لك اعملي كذا؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع لازم يبقى كاستمايزد، كل واحد غير التاني خالص، احتياجاتك والنيدز بتاعتك غير التاني. ما ينفعش اجيب طفل، ما ينفعش اجي المراهق، ما ينفعش اجي واحده حامل، واحده بترضع، واحد كبير في السن واقول له صوم 23 ساعه وكل وجبه في اليوم. هو ده اللي انا قلته. وما ينفعش حضرتك تتمادي في ايه؟ في الصيام. طب تعالي لي بقى لبعض الدراسات اللي قالت انه صيام السيدات اكتر من 14 ساعه بيؤدي الى لخبطه هرمونات حتى لو وقت النوم.
اكتر من 14 ساعه فتره طويله من عمرك، شهرين ثلاثه، ملهاش علاقه وقت النوم او لا. انا عايشه عليه ده. ما هو احنا بنتكلم اهو في الصح. ماشي. اللي بيحصل بقى ده يؤدي الى لخبطه هرمونات. يعني ايه؟ يعني لو الدوره الشهريه عندك ممكن تبقى عند فيها عدم انتظام، لا يصح الواحده داخله على حمل هي بتستعد للحمل وعندها مشاكل مثلا في الفيرتيليتي او في الخصوبه، انت كده بتلخبطي هرموناتك، لانه احنا محتاجين ان احنا ناكل بشكل لائق وبانتظام علشان جسم ياخد الغذاء الاساسي بتاعه. و إذا كان ده غير مثبت علميا زي ما أنا قلت لحضرتك عشان الدراسات العلمية لسه مش قوية، ولكن عندنا في حاجة اسمها مبدأ طبي first do no harm. ينفعش أنا أطلع أقول للناس صوموا 16 ساعة في اليوم وده ينفع لكل السيدات، غلط. أهلا بيكم دايت في دقيقة، 6 خطوات هيخسسوك عزيزي الدايتر من غير دايت. أول حاجة اشرب كوباية مية قبل كل وجبة. تاني حاجة امضغ بالراحة جدا جدا وريح في النص 5 دقايق وسط الوجبة، خلي المخ يكلم المعدة. تالت حاجة ابدأ بالخضار والبروتين قبل ما تاكل النشويات. الرابعة كل من طبق واحد، ما تاكلش من الصينية أو من الحل. وزع وجباتك عزيزي الدايتر في أوقات منتظمة. آخر حاجة نام، أرجوك نام، اللي ما بينامش بيجوع وبيفطر. أثقي أو أقلقين، أنا كطبيبة هتحاسب على الكلام ده. بس يا دكتور، او انا لو انا واحده مثلا بتنام او اكشلي بتاخد اخر ميل او اخر وجبه ليها الساعه 7، ده المفروض انه تمام اوكي يعني ما فيهوش مشكله. افطاري ماكسيمم تاني يوم 9 الصبح بالظبط، هو ده اللي انا بقوله. ده في مشكله دي 14 ساعه اهو، 14 اهو. ايوه انت دي عندك مشكله ان عندي مشكله انك تزوديها بقى، تفطري تاني يوم الساعه 1 الساعه 2، هي دي المشكله. المشكله في ايه؟ انه في بعض الناس جالها مشاكل هرمونيه، فانا ليه اعرض نفسي لكده؟ طب هو ال 12 ل 14 ساعه الصيام ده وحش؟ طب اعمليهم بس واستمري عليهم. خلال بقى، عشان دي حته مهمه جدا، الفتره بتاعه الاكل اللي هي بنسميها الفيدنج ويندو، اللي هي ما بين الصيام والصيام اللي هم العشر ساعات، كولي كويس، كولي كويس. ده ملوش علاقه بانك صايمه بقى، انت صمتي خلاص. ما تروحش بقى تاخد وجبه واحده مثلا وتقول خلاص كده، هتاخدي منها العناصر الغذائيه كلها ازاي؟ مستحيل عندك قدره على انك تاكلي كميه معينه وجسمك عنده قدره معينه محدوده على انه ياخد من الوجبه الواحده عناصر غذائيه معينه. حاجه كمان، ما تجيش بقى وانت بتعملي الصيام بتاعك تعملي لي ايه وجبه 500 سعر وتقولي هو ده الصيام المتقطع، او تشيلي النشويات تماما من حياتك بالكيتو فتره طويله تقعدي عليه سنه سنتين وتقولي لي هو ده الصح. لا، هو مش الصح، حتى لو نفع معاكي وحتى لو انت ارتحتي وحتى لو خفيتي من السكر النوع الثاني، لا نستطيع تعميمه. واي طبيب بيتفرج عليا هيفهم انه ده القاعده بتاعه شغلنا. جنراليزيشن دي ما ينفعش نطلع نقول ده، نقول الاعتدال. اعتدل يا فندم، كلي نوعي، ما تحرميش نفسك من الاكل، ما تعيشيش في دايت طول الوقت، ده نكد، انت كده بتنكدي على نفسك. فين المتعه في الحياه كما قلنا خلف الكواليس؟ ماشي يا دكتور. طيب هقول لك سؤال مش عارفه هيعصبك ولا لا. اكيد. الحقن اللي بتتاخد عشان التخسيس اللي هي زي حقنه الناس اللي هي عندها سكر، لا ده ما يعصبنيش، ده في الموضوع فيه سوء تفاهم كبير جدا جدا. أوكي. طيب احنا كاطباء علشان نوصف وصفه طبيه لازم الدواء اللي احنا بنكتبه يكون FDA approved او مصرح به من منظمه الغذاء والدواء. ماشي. بمعنى انه اتعمل عليه دراسات علميه واثبت ان هو الايفكت او تاثيره كذا وان هو امن على صحه البشر. تعالي بقى للي بيحصل في سوق الدايت. الادويه اللي موجوده ومطروحه في سوق الدايت متنوعه، في ادويه مصرح بيها من الاف دي اي وفي ادويه بنقول عليها من تحت السلم اللي هي بيضاف ليها بعض العناصر اللي للاسف الشديد ممكن تؤدي الى مشاكل كتير. لما نيجي نتكلم على الابر اللي شبه ابر السكر بدون ذكر اسمها، اللي هي بتتاخد بشكل يومي، لانه لا الثانيه اللي قلتيها دي بتتاخد كل اسبوع. أوكي. خلاص، لكن اللي بتتاخد بشكل يومي اللي هي بناخدها تحت الجلد دي مصرح بيها من منظمه الغذاء والدواء ان هي بتقلل وبتثبط الشهيه. ايه في يعني احنا كاطباء بنكتبها لحالات معينه، احنا عندنا في زي هرم كده على اساسه بنقرر اذا كنت محتاجاها ولا لا. لازم اشتغل معاكي 3 شهور دايت متوازن بلايف ستايل او بطريقه عيشه فيها تعديل عن عاداتك الحاليه وتنزلي من وزنك، ونركز بقى عشان الناس اللي سامعانا، 5% فقط في الثلاث شهور. لو نزلتي 5% فيما فوق يبقى انت مش محتاجه الدواء. ده بالحقنه اليوميه اللي حضرتك بتقولي عليها؟ امال بايه؟ ده بالدايت العادي وبتغيير نمط الحياه. أوكي. يعني انا ما اكتبش الحقن دي الا لما اشتغل معاكي 3 شهور الاول. بعد الثلاث شهور نزلتي 5% من وزنك فيما فوق يبقى انت مش محتاجاها. وتكون انهي انواع دايت؟ اصل واحده تقول لك ده انا بقالي سنين عمري كلها بعمل دايت ومش عارفه اخس، ممكن ما تكونيش عملتيه صح. بس الحقن دي يا دكتور ما ينفعش حد ياخدها غير لما يرجع للدكتور الاول. طبعا، قولا واحدا يا جماعه. أوكي. ده دواء. ليه بقى؟ لانه هي الحقن دي بتتاخد بطريقه معينه، يعني احنا لازم ناخدها باب تايتريشن، يعني ما ناخدهاش مره واحده بالجرعه الكامله، لانها بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن تسبب يعني مشاكل صعبه. الحاجه الثانيه، مش اي حاله زي ما قلت لحضرتك بتتكتب لها. انا اشتغلت معاكي خسيتي، اخليكي تجيبيها ليه؟
هو ده فلوس على الارض. صح. بعدين حاجه كمان غير الفلوس، انت هتبقي اعتماديه عليها. يعني انت لما تاخديها وهي توقف لك شهيتك عن السكر وعن، وهي ايفكتيف على فكره، هي كويسه، بس انت اعتمدتي عليها ما بتغيرش في الهرمونز يا دكتور خالص. لو عايزاني اشرح يعني في عجاله، هي هو يعني شكل الهرمون بيتفرز بشكل طبيعي من القولون علشان ساعه الاكل، علشان يعمل تحفيز لمركز الشبه. هم خدوه، الشركه خدته وعدلت من شكله عشان يفضل اطول وقت ممكن في الدم. فانت دلوقتي اخدتيه، حسيتك شبعانه ومش محتاجه سكر، فهديتي نفسيا فاعتمدتي عليه. طيب انا علشان برضو اشتغل معاكي بشكل اقلاقي، هشتغل 3 شهور الاول، نزلتي 5%، هقول لك انت مش محتاجه، ما نزلتيش بقى وانت عامله اللي عليكي. يعني انت 100 كيلو نزلتي 5 كيلو، تمام خلاص هكمل. ما نزلتيش، ما انا لازم اساعدك بفارماكوثيرابي او بدواء، بس يبقى مصرح بيه. دي مين؟ دي اللي بتتاخد كل يوم. اما بقى اللي حضرتك بتسالي عليها اللي بتتاخد كل اسبوع، فهي دواء بيكتبه دكاتره السكري والغدد الصماء لمرضى السكري من اعراضه الجانبيه انك تخسي. خلاص، انا كاستشاري تغذيه ما بكتبوش، ما اقدرش اكتبه برضو، ده عشان انا ماشيه بالاثكس او بالاخلاقيات. انا احول الحاله لما ما تنزلش على الاولاني للدكتور بتاعها بتاع السكر، وهو اللي يكتبه وهو اللي يقول اذا كانت محتاجاه ولا لا. مفهوم. ولكن بتنزل بشكل شرعي. هل في تحاليل بتتعمل قبل ما حضرتك تكتبي الحقنه الاولانيه اللي هي اليوميه اللي هي اختصاصك؟ هو انا باخد تاريخ مرضي، يعني انا لازم اعرف هل حضرتك مثلا لا قدر الله جالك اي نوع من انواع السرطانات المتعدده ولا لا، وهل جالك اي نوع من انواع السرطان بتاع الغده الدرقيه انت او حد من اسرتك. هو مش هنقدر نقول ان الدراسات قالت انه بيحصل من الابره ده، لا طبعا، ولكن علشان نتوخى الحذر، الدراسات الاولانيه اللي اتعملت على الابر دي، في بعض، عشان الناس كلها بتسال على الحته دي، بعض الفئران او يعني عدد محدود جالهم موضوع سرطان الغده الدرقيه ده، فهم يعني الربط ما بين الدواء ما بين سرطان الغده الدرقيه ممكن يكون في قولان. يعني هي الحته دي لازم اخد فيها التاريخ المرضي، وزي ما قلت لك انا اوريدي شغاله معاكي 3 شهور فعارفه اولك من اخرك وجايبه التحاليل وعارفه كل حاجه يعني. طب دكتور، ايه هو الافريج اللي المفروض الانسان الطبيعي يخسه في الاسبوع وهو عامل دايت؟ مش عارفه ليه حاسه انه سؤال شخصي. فعلا دي حقيقه. شخصي جدا، بستغلك النهارده يا دكتور. بصي هقول لك على حاجه، العلم بيقول انك لو قللتي 500 سعر يوميا من احتياجك هتخسي نص كيلو في الاسبوع. اوكي. ولو قللتيهم وقمتي عملتي رياضه هتخسي من نص كيلو لكيلو في الاسبوع. حلو قوي. حلو كده؟ ما ينفعش بقى، مفيش 2 كيلو؟ ما ينفعش ده، ما شفتي بقى، ما ينفعش بقى انا ارد الرد ده. ليه؟ لانه كل واحد غير التاني. طبعا اكيد. عارفة أكتر عامل يقول لنا حضرتك هتخسي قد إيه في قد إيه، وده موجود بإجماع الرأي، الأدهرنس، إن حضرتك تلتزمي على قد ما تقدري بالتعليمات الخاصة بحالتك، بالدايت اللي مكتوب لحالتك. كل ما تبقي أدهرنت أكتر أو ملتزمة أكتر، كل ما أقدر أقيم لك هتخسي قد إيه في قد إيه. بعدين انت عايزه تقارني نفسك بواحده مثلا باديه الدايت بتاعها وهي مثلا 140 كيلو؟ لا طبعا. معدل نزول وزنها طبعًا. هل هقول هعمم بقى واقول ده بيفرق صح ولا لا؟ حركه الايه قلتي سن صح. طيب عشان بس الموضوع ده مهم. أيوة. وترند برضو، مش هنعقد الناس عشان بتكبر يا جماعه. احنا عندنا السن بيفرق في الحرق بنسبه قليله وضعيفه جدا، يعني تكاد تكون 3-4% كل ديكيد، كل 10 سنين. فمحدش علق بقى شماعه ان هو بيزيد، اصل انا بسمعها بودني، اصل انا عديت ال 30. 30 ايه يا فندم اللي انت عديتيه؟ بتعملي اللي عليكي؟ بتتحركي؟ العيال اصل مش قادره؟ لا، مش هنقول السن، هنقول انه حضرتك باديه بوزن قد ايه؟ الادهرنس او التزامك قد ايه؟ بتتحركي ولا لا؟ ما خدناهاش في الكلاس، ما خدناهاش في، ما فيش حاجه اسمها حرقي 1%. يا بنتي ما فيش حاجه اسمها كده والله، ما في، بيضحكوا عليك شماعه، ها؟ ركزوا، اي حد عايش بيتنفس، بيصحى من النوم، بيتحرك، بيقوم بمهامه اليوميه، عنده قدره على حرق السعرات. نعرفها منين؟ اضربي وزنك في 22، لو سيدات في 20، لو رجاله في 22، الرقم اللي هيطلع ده هو قدرتك على حرق السعرات في اليوم. المشكله ان انت مش بتشغليه، ما بتتحركيش، ما بتنظميش، ما بتاكليش، فجسمك عامل تيرن اوف، شات داون للحرق، علشان خاطر مش بتاكلي عدل وعايشه على الدايت. لكن مفيش حاجة اسمها حرقي ضعيف إلا لو عندك مشكلة بيولوجية أو هرمونية، حتى جينيا وراثيا لو عندك حرق ضعيف تقدري بالحركة تخليه زي الفل، ها؟ لكن 1% دي مش موجودة في الوجود، يعني ما تاخدوا، اسألوا المتخصص. طيب أنا هلعب مع حضرتك لعبة سريعة. العبي. أوكي. لبن دايت اللي هو خالي الدسم ولا كامل الدسم؟ كامل الدسم قولا واحدا. هقول لك إيه، العلم دلوقتي في 2022 قالك مفيش فرق ما بينهم، الفرق بعض السعرات. حلو.
طب احنا دلوقتي عندنا المشكله في كامل الدسم هي نوع الدهون اللي فيه، ان هي ساتوريتد فات او دهون مشبعه. طيب الانسان اللي صحته كويسه ما عندوش اي مشكله لو وزع دهون المشبعه على اليوم ما بين بقى اللبن كامل الدسم وما بين الجبن اللي فيها هذه الدهون وما بين ان انا اخدها في الاكل في شكل سمنه او زيت، اللي هي مش هنقول زيت بقى هنقول سمنه، ما فيش اي مشكله ان هو ياخد كامل الدسم. نيجي بقى للي هو عنده مشاكل ديسلايبيديميا، مشاكل في دهون الدم، او عنده هايبرتنشن ضغط عالي، او عنده مشاكل في القلب، ده انا بحسب له بقى تغذيه علاجيه، بحسب له هو المفروض دهونه تبقى قد ايه خلال اليوم وابتدي اشتغل عليه. طيب الفرق ما بينهم سعرات والدهون المشبعه مهمه جدا، خصوصا للاطفال، للمراهقين، للست الحامل، للست اللي بترضع عشان تشبع. يعني ما نعممش انه خالي الدسم هو الصح في الدايت. شاي احمر ولا شاي اخضر؟ الاثنين مفيدين والاثنين حلوين والاثنين لما بيساء استخدامهم في الدايت بيضروا. الشاي الاخضر يتميز عن الشاي الاحمر ان هو فيه مضادات اكسده، بس نبقى متاكدين من مصدره، لانه في كثير من البراندز بتاعه الشاي الاخضر ما بيبقاش فيها الفايده الغذائيه اللي انا بتكلم عنها. شاي بلبن ولا من غير لبن؟ ده مزاج بقى يا فندم، هجاوب على دي ازاي. انا مزاجي في الشاي بلبن. لا هو بصي، الشاي بلبن مش عارفه سبحان الله برضو طلع ترند، دليل على انه الناس بتعشق وبتموت فيه، وهو دايما زي ما بقول لك الترندات ان انا امنع واحرم الدارج. طيب ايه مشكله الشاي بلبن؟ ممكن نقول حاجتين ومشكله، اصل احنا فوائد اللبن مش يا فندم خدي فوائد اللبن من حته ثانيه غير النص كوبايه اللي انت بتاخديها في الشاي بلبن، وديها الكالسيوم ده وديه من حته ثانيه، اصل اللي مش عارفه هيزود السعر، اصله بيثبت الوزن. يا فندم الشاي الاحمر اللي احنا بنحط فيه اللبن ده ما فيهوش سعرات حراريه. انت بقى ليكي كسيده من 2 لـ3 حصص البان في اليوم، اللي هي تقريبا بتبقى كوبايه 240 مللي. احسبي البانك من اللبن اللي انت بتحطيه من حصص البان، جبنه، زبادي، لبن، ايه؟ اي حاجه. ايوه انت دلوقتي اخذتي كوبايتين شاي بلبن او 3 كوبايات في اليوم، حطيتي فيهم كوبايه ونص، ليكي عليهم كوبايه ونص تاخديهم لوحدهم، فين المشكله؟ اصل السكر، ما هو ده بقى موضوع تاني، احنا كده ما بنتكلمش على الشاي بلبن، احنا بنتكلم على السكر. بتحطي فيه بقى كام معلقه سكر؟ تقولي لي بحط معلقه، معلقه ونص، يبقى هو ما فيهوش مشكله برده من السكر بتاعك، لان انت ليكي وده هيعمل ترند 4 معالق سكر ممسوحين يوميا عادي جدا كسيده. سكر عادي ولا سكر دايت؟ ابيض. اوكي خلاص. والراجل اخده الشوكولاته بدل الاربعه؟ لا انا بتكلم على السكر الابيض المضاف. اوكي. والشوكولاته ما فيهاش حاجه على فكره انك تاخديها، ده موضوع تاني. أوكي. لكن انا بتكلم على ان انا ممكن اخد لحد 4 معالق في اليوم اوزعهم على كوبايه الشاي بتاعتي لو انا ست، وست معالق في اليوم لو انا راجل. طيب بتاخدي بقى 6 معالق سكر في الشاي بلبن، انت كده عندك مشكله. تعالي بقى نشوف، هو انت عندك ليه شوجر كريفنج؟ ليه عندك نهى من السكر؟ تعالي نعالج النقطه دي، مش تقولي لي ابطل شاي بلبن. لا الشاي بلبن جميل وحبيبي. لا لا شاي بلبن، لا شاي بلبن غلط، شاي بلبن خطر. الشاي بلبن بيثبت الوزن، الشاي بلبن بيتخن، الشاي بلبن في منتهى الخطوره انك تاخديه وانت بتعملي دايت. الشاي بلبن اهو يا انت جن، اهو الشاي بلبن. شاي بلبن ايه ده؟ مش شاي بلبن، ما تصدقوهاش، مش شاي بلبن. والله شاي بلبن. شاي بلبن ايه اللي هيتخن؟ اهو لونه اهو. اسكتي خلاصي، ده شاي بلبن ده حبيبي، ده شاي بلبن ده عشقي. عايزه اقول لكم ان انا كنت مخلصه نص كوبايه شاي بلبن وانا بقرا السؤال. الشاي بلبن ليس له ادنى علاقه بثبات الوزن ولا بالتخن، طالما بتاخديه باعتدال وما بتاخديهوش بدل الطعم. الشاي اصلا ما فيهوش سعرات حراريه. اللبن بقى نفسه، سواء لبن بقى هتختاريه نص كوبايه او كوبايه، عادي جدا وانت محتاجاه. اخر حاجه عايزه اقولها لك، ما لقوش في الورد عيب، قالوا يحمر الخدين ما نعلقش بقى. انت بتحبيه شكلك كده؟ بحبه جدا، ده مزاجي. الاكل بالليل بيتخن ولا لا؟ طيب قولا واحدا على حسب الدراسات العلميه، الاكل بالليل هيتخنك لو بتتسلي. يعني اخدتي اكلك خلاص طول النهار لطيف جدا، غدا عشاء فطار سناكس، وقاعده بقى بعد ما نايمتي زوجك والاولاد، ده احلى وقت بقى، وفتحتي المسلسل التركي وقعدتي تتسلي، اذا انت هنا بتاخدي اكتر من احتياج. امتى كمان يتخنك؟ لو انا طول النهار قاعده ما باكلش حاجه خالص، وفجاه قعدت على وجبه بالليل، طبيعي هاكل فوق طاقتي، طبيعي هبقى مش قادره اوقف اكل، طبيعي ممكن اخش في متلازمه النهم اللي احنا بنتكلم عليه. ولكن لو الوجبه بتاعت بالليل ضمن احتياجات اليوم ومحسوبه، مستحيل تتخنك. خلاص، امتى يحصل مشكله من الاكل بالليل؟ لو كلتي ونمتي وانت عندك سوء هضم، او عندك بطء في ان المعده تفرغ الاكل، ساعتها هتجي لك ارتجاع، مش هتعرفي تنامي، ممكن تقومي بكابوس، ده ملوش علاقه بتخن وقرفه.
دكتور نيلي. ايه ده خلصت؟ انا مبسوطه قوي ان انا ده عدى بسرعه قوي. شفتي انا حسيت كده برضو والله. نفسي اقعد اعمل معاكي مثلا 10 حلقات. يا رب ان شاء الله. يا دكتور وصلت لنا معلومات كتيره جدا، مفاهيم كتيره جدا كنا فاهمينها غلط، وبشكرك على وجودك النهارده معايا في ترانس، وهكلمك اكيد يا دكتور عشان حابه محتاجاكي في حياتي. ربنا يخليكي وكلي شوكولاته عادي، شوكولاته حاضر. بس الدارك، الدارك صحيه اكتر، الشوكولاته اللي هي اللايت اللي بالميلك ممكن تاخديها افري ناو اند ذن بعد الوجبه. اوكي، ميرسي يا دكتور نيلي قوي على وجودك معايا. ربنا يخليك. شكرا. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، نشوفكم يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله الساعه 7 في نفس الميعاد. باي باي.